وحاجات انا فعلا كنت عايز اسقف فيها كل مره. يعني افتكروا كده معانا يا جماعه، ايه الحاجات اللي انتوا كان نفسكم تسقفوا فيها؟ انا بالنسبه لي مثلا محمد عبد المنعم فيه لقطتين ثلاثه يتسقف له فيهم، وابو جبل لما كان مصمم مش هخرج مش هخرج انا في الاول مش هخرج بيمثل. أيوة. يعني من كتر ما الراجل عشان يضيع وقت، عشان يضيع وقت مظبوط ويموت اللعب مظبوط، انما مش معقوله هيبقى فعلا مش قادر يكمل وهيفضل واقف في الملعب، فلا بطل يعني طبعا. ومحمد عبد المنعم بص بقى، على قد كل الحاجات الحلوه اللي عملها وهو جاي من الدار، الراجل ده كان المفروض يبقى بيلعب النهارده في كاس الرابطه، دي حقيقه. يعني فجاه لقى نفسه في سيمي فاينل كاس امم افريقيا، دي حقيقه، فرق ليفل رهيب. وبتتكلم في ان الراجل اللي فرق ليفل رهيب بسم الله ما شاء الله عليه، حتى لما غلط، واحنا بنتكلم في ناس لازم تغلط، ما احنا مش طبيعي ماكن. وفي السن ده وفي المرحله دي حتى لما غلط بسم الله ما شاء الله اتصرف بسرعه بديهه وخلى الفاول من بره، دي حقيقه. ممكن كان يطرد صح، بس قصدي ما تحولتش لضربه جزاء. فبتتكلم في ان اللعيبه بتموت نفسها في الملعب، واللعيبه بتقاتل، واللعيبه عمر كمال عبد الواحد شايل البطوله. يعني اكرم للاسف اصيب بدري جدا، فعمر واخد كم مجهود عنيف جدا، دي حقيقه. وقيس بقى على كده كل اللعيبه ابطال.